السلامة عادل، كيفاش وصلتي مزيان ميخيل على خير؟ الحمد لله وصلنا كاملين اخويا الشفيق، مؤسسة ديال المكرمين الحمد لله. نحن في مدينة مراكش الحمراء، المدينة الوهلة المغربية الخطيرة، رغم أننا سرينا العالم ونشكدنا كالمغرب ديما أحسن بلد في العالم، ولكن في أولاد الكلاب ما يتقلقوش. هذا ملي كنقول في أولاد الكلاب راه ملي كنهضر عارفين شكون هما أولاد الكلاب، حيت ولاد الناس راه باينين، ولاد الكلاب راه ما باينين. أجمعين وشي ديال الله.